بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. والله أسأل أن يجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ووحدانيته أن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمعلمين الخير يا ذا الجلال والإكرام. رب اللهم لنا أولادنا، واحفظ لنا نساءنا، وبارك لنا في أموالنا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اللهم آمين آمين. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المتجدد الذي نعيش فيه مع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. احنا كنا كلمنا قبل ذلك عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمنا جميعا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين: محبة من قبيل الفرض، ومحبة من قبيل الفضل أو النافلة. أما ما يتعلق بالفرضية أو الوجوب، فتلك المحبة التي تقتضي الإيمان بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه والعمل بما جاء به. احنا قلنا ان فيه بعض المظاهر التي تدل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في الوقت نفسه دليل عملي على نصرة النبي عليه الصلاة والسلام. احنا بنقول ان النبي يحتاج الى نصرة. طيب اللي عايز ينصر النبي، ينصر النبي ازاي؟ احنا قلنا بان من اوائل الامور التي تحقق نصرة النبي صلى الله عليه وسلم الايمان به. الإيمان به إزاي؟ الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به. كل ما جاء به يعني إيه؟ يعني كل أمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عشان تنصره صح لابد أن تستجيب لهذا الأمر، ما فيش خيار، ليس هناك من نقاوة في أمور شرع الله جل وعلا. كل حاجة جه بها النبي يبقى لابد أن يؤمن بها الإنسان، وأن يذعن لها الإنسان، وأن ينزل عليها الإنسان دون تردد أو تململ أو حرج. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ها، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ها. شوف كلمة ويسلموا تسليما كده، تحس إن واحد ويسلم تسليما، يقول لك فلان يعني مسلم. مسلم يعني إيه؟ ده مسلم مثلا، يعني ده فلان ده مسلم الأمر لزوجته. يعني إيه مسلم الأمر لزوجته؟ ها، سايب لها كل حاجة. ربنا يسهل ما يكونش حد منا كده، يعني خدت بال حضرتك مسلم كل حاجة ليه؟ يعني كل حاجة في ايديه. أنت الأصل أن تكون مع أوامر الشرع مسلم كل حاجة له، لله، لرسوله، لمنهج الله، لما جاء عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. في من دلائل نصرة النبي أو من مظاهر حب النبي عليه الصلاة والسلام سرعة التطبيق لكل ما جاء وكل ما أمر، وده اللي نتكلم عنه النهاردة، سرعة التطبيق، سرعة التنفيذ. ولذلك أنت ممكن يعني لو سألنا بعضنا سؤال، مش القرآن زي ما هو اللي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا تغير؟ هو هو، مش كده ولا إيه؟ هو هو اللي غير الصحابة؟ ولا في قرآن كان عند الصحابة وقرآن عندنا؟ هو هو القرآن. الجماعة الشيعة بس اللي بيقولوا الكلام ده، الشيعة يقول لك أصل القرآن الموجود بين إيدينا الآن دلوقتي ده مش كامل. الشيعة يقولوا هذا الكلام، فيه الصحابة خبوا جزء وما عرفت، مش جزء يعني ثمان تربع، لا يعني قدر معين. هذا كلام باطن ما أنزل الله عز وجل به من سلطان. القرآن محفوظ 6236 آية، هم 6236 آية اللي كانوا موجودين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هو القرآن ده اللي كان في اللوح المحفوظ، هو هو اللي نزل به جبريل، هو هو اللي غير في الصحابة عليهم رضوان الله. في سورة الحجر ربنا بيقول إيه؟ إنا نحن نزلنا الذكر، ها، وإنا له لحافظون. يبقى القرآن هو هو، ماشي. السنة محفوظة ولا مش محفوظة؟ سنة النبي محفوظة ولا لأ؟ يعني محفوظة زي القرآن؟
أيوة محفوظة زي القرآن، لأن ربنا لما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، حفظ الله جل وعلا لكتابه يقتضي حفظ الله جل وعلا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هو القرآن فيه كثير من الأمور المجملة تحتاج إلى تفصيل. من اللي يفصل؟ السنة. من اللي يشرح؟ السنة. أما أجي النهاردة بقول صلاة الظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والمغرب 3 ركعات، والعشاء 4 ركعات، تجهر في ركعتين وتسر في 2، المغرب تجهر في 2 وتسر في 1، الصبح تجهر في 2، الظهر والعصر تجهر في 4. حد يقدر يقول لي أسر؟ خلاص أسر في 4 بتوع العصر والظهر. حد يقدر يجيب دليل من القرآن على التفصيل ده؟ الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2، حد عنده دليل؟ أنا عندي دليل، أنا عندي دليل، وأطيع الله وأطيع الرسول، ده دليل إجمالي. لكن التفصيل يجي فين بقى؟ في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن إذا كان القرآن والسنة غير في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة إنهم في مدة لا تزيد عن نصف قرن، أقل من 50 عام، وجدنا إن الصحابة اللي هم في فترة من الفترات كانوا رعاة غنم أصبحوا قادة وساسة للأمم. إيه اللي غير؟ مش القرآن؟ إيه اللي غير؟ مش السنة؟ أمال المشكلة في إيه بقى؟ ما السنة معانا والقرآن معانا. السنة في عملية أو في آلية التعامل مع القرآن ومع السنة، هم بيتعاملوا إزاي وإحنا بنتعامل إزاي. يعني البعض منا، البعض منا من الممكن أما تقول له حكم معين يقول لك على العين وعلى الرأس، عنده سرعة تطبيق، عنده سرعة تنفيذ. لكن في البعض يقعد يقول لك إيه بس يعني الموضوع ده يعني والله مش داخل دماغي. هو أنت إيه أصلا؟ أنت عندك دماغ؟ عم أقول لك قال الله قال رسول الله تقول لي مش داخل دماغي؟ أصل العقل يتقبله. كن على يقين أصلا كده، كن على يقين بأن الله جل وعلا لن يأمر بشيء يخالف العقل. مش ممكن. ده الراجل واحد بيسأله أنت ليه اتبعت دين محمد؟ قال ما أمر بشيء إلا واستحسنه العقل، وما نهى عن شيء إلا واستقبحه العقل. كل أوامر النبي، كل الأوامر ما فيش حاجة فيها أنت تشوفها كده قال تقول سبحان الله الحاجة ديت كويس والعقل يقبل، وما فيش شيء النبي نهى عنه إلا وإنت بالفطرة بتاعتك العقل يقول لك ده غلط وده وحش. هات لي أي شيء قدامك النبي أمر به أو النبي نهى عنه، لابد إنك تجد في اللي النبي أمر به، اللي الشرع أمر به، العقل يقول دي حاجة كويسة والعكس صحيح. تعالى مثلا حاجة زي موضوع الخمر، بغض النظر عن الإيمان أو الكفر، الفطرة تقول إيه؟ الإنسان يشرب خمر عشان الناس تضحك عليه؟ الفطرة ده أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ما شربش الخمر، حرم الخمر على نفسه من قبل أن يأتي الإسلام. ليه؟ لأن الرجل وجد أن هذه الخمر تذهب العقل وتهدر المال، هتضحك الناس عليه، فطرته تقول له لا. الفطرة تقول كده. ولذلك بقول لحضرتك أما ربنا يقول لك صلي، هو الصلاة فيها عيب؟ فيها غلط؟ أما يقول لك صلي الأرحام، في غلط؟ فيه عيب؟ أما يقول لك ما تتجوزش أختك، ما تتجوزش عمتك، ما تتجوزش خالتك، ما تتجوزش واحدة ولا تخطب على خطبة أخ لك، ألا ده غلط؟ ألا ده العقل؟ ده حتى هو شوف حتى الأمور في المعاملات، يبقى في أمور العبادات أتى بما يستحسنه العقل وكذلك في أمور المعاملات. ولذلك بقول لحضرتك الأصل إن الإنسان أي أمر يجي من عند ربنا ينزل مع هذا الأمر مسلم ليه، نازل عليه. نازل عليه يعني إيه؟ يعني لابد أن يصنعه دون تردد، دون أن يقول لماذا. تعرفين حضراتكم إن الصحابة وهم في مكة أنزل الله عز وجل أو فرض الله عز وجل فريضة الصلاة، مش كده ولا إيه؟ الصلاة فرضت فين؟ في مكة صح؟ في رحلة الإسراء والمعراج قبل الهجرة بكم سنة؟ ب3 سنوات، يعني 10 من البعثة. لما ربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة أمره أن يجعل قبلته إلى بيت المقدس. النبي قاعد فين في ذلك الوقت؟ في مكة. بينه وبين الكعبة قد إيه؟ مفيش حاجة. ده هو في قلب هناك، في قلب البيت الحرام، هو أسري به من هناك من عند المسجد الحرام. طيب يعني سهل النبي لا محتاج لا تأشيرة ولا محتاج مواصلة عشان يكون عند بيت الله الحرام عند الكعبة. عشان النبي عليه الصلاة والسلام
يتوجه إلى بيت المقدس، كان صلى الله عليه وسلم يجعل القبلة الكعبة من أمامه. لو افترضنا أن دي الكعبة يبقى دي بيت المقدس، فيجي النبي يصلي من هذه الجهة فيتوجه إلى البيت الحرام، وفي نفس الوقت هو أصلا متوجه لإيه؟ لبيت المقدس. ظل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك 3 سنوات. لما هاجر من مكة إلى المدينة، المدينة في المنتصف بين مكة وبين بيت المقدس، لأن مكة في الجنوب وبيت المقدس اللي هي فلسطين في الشمال، والمدينة المنورة تقع في الوسط بين الاثنين بالضبط، مش بين بالضبط يعني المسافة واحدة، لا ده المسافة بين مكة وبين المدينة حوالي 450 قرابة 500 كيلو، لكن بين المدينة وبين بيت المقدس يعني آلاف الكيلوات، أكثر من 2000 تقريبا كيلو. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وهاجر إلى هناك، عز عليه أن يستقبل القبلتين في وقت واحد. يبقى يعمل إيه بقى؟ ده صعب جدا، ده مش صعب بس ده يريته هيديها جنبه هيديها، لا، فأصبح إذا استقبل بيت المقدس يبقى لازم أن يعمل إيه؟ يستدبر ببيت الحرام، زي الباشمهندس ما بيقول بقى ظهره للكعب، بقى واقف النص بالضبط، وشه للبيت المسجد الأقصى وظهره إلى بيت الله الحرام. قعد حوالي 16 شهر على هذا الوضع، والنبي ربنا قال له يبقى ما فيش حاجة بقى، يبقى لازم لابد أن ينزل على هذا الأمر، لكن هو عايز يتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم، عايز يكون زي أبوه إبراهيم، وحين لك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فعز عليه هذا الأمر، بس هو مش قادر يتكلم. فكان صلى الله عليه وسلم إذا خرج قلب وجهه في السماء، ولذلك ربنا يقول له في سورة البقرة في الجزء الثاني يقول له إيه؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء. انت عمال بتبص شمال ويمين عايز يعني غير لك القبلة، فربنا يقول له إيه؟ فلنولينك قبلة ترضاها، اللي انت عايزه هيجي لك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، مش ليك بس ده الكله، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الأمر نزل والحكم نزل، والنبي بيقول للصحابة ده ربنا أنزل علي قوله كذا وكذا، بقى الشاهد بتاعي هنا بقى، يقوم في صحابي اسمه أبو سعيد ابن المعلى على باب المسجد ومعاه كمان صحابي، سمعوا الاثنين النبي يقول إن القبلة تغيرت وأن الله أنزل قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. فيقوم أبو سعيد بن معلى يقول للصحابي اللي معاه إيه وفين على الباب لسه، يقول له قم بنا فلنركع ركعتين فنكون أول من صلى إلى بيت الله الحرام. يلا بسرعة كده نصلي إحنا ركعتين نكون إيه أول اثنين صلوا، مش أول واحد جاب عدة معرفش إن كام وإس كام وإل كام، طبعا ما فيش لا اس ولا ال، هي ان مش كده ولا ايه؟ ايه تاني غير الان؟ ها؟ ماشي يا باشمهندس اس سي ربنا يخليك. فالشاهد لا هو ما دي مش عنصر الفخر، العنصر الفخر انه يصلي ركعتين قبل غيره ما يصلي، ويصلي الى بيت الله الحرام وقد كان. يقوم واحد من صلى مع النبي يعدي على جماعه لسه بيصلوا في اطراف المدينه في اعالي المدينه، فلقاهم لسه بيصلوا الى المسجد الاقصى الى القبله الاولى، فيقول لهم ايه؟ اشهد بالله اشهد بالله انني صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الى بيت الله الحرام. ده هم بيعملوا ايه دلوقتي؟ بيصلوا. النبي خلص الصلاه بس دول كانوا متاخرين، فبيقول لهم ده انا صلينا انتوا لسه بتصلوا هنا؟ عملوا ايه الصحابه؟ اتجوا، ما قالوش تستنى لحد ما نخلص الصلاه؟ لا، طب ما تستنوش لحد ما يسال النبي؟ ما اصل ما فيش حد فيهم كذاب، هو يسأل ليه؟ هو يسأل وأخوه صادق؟ ما هو واحد يكفي، الأصل فيهم الصدق وليس فيهم من رجل كذاب. ولذلك هو مجرد الصحابي ما قال لهم، وبعدين خلي بال حضرتك انت هنا أما نقول إن الصحابة يعني كانوا في هذا النبي بيصلي كده وجهه إلى بيت المقدس مش كده؟ وظهره فين؟ يعني عشان يلف بلغة إخواننا بتوع الرياضيات الحساب هيلف لكام؟ 180 درجة، بمعنى أدق إن العيال الصغيرة هيكونوا مكان الإمام مش كده ولا إيه؟ ده مش العيال لأن ما كانش عندهم عيال، العيل عندهم كان راجل، العيل كان راجل، خلينا نقول من عند الحريم، يعني هيلفوا 180 درجة؟ هيلفوا 180 درجة، استدارة كاملة؟ استدارة كاملة، وهم في الصلاة؟ وهم في الصلاة، خلي بال حضرتك ده إحنا عشان بس الإمام يضبط الناس في الصلاة يا عم الحاج
بتلاقي اللي يقول واحد الإمام لما يقول واحد يطلع قدام كأنه بيقلل من كرامته، كأنه يعني بيقول له أنت راجل مش محترم، كأنه بيقول له أنت راجل مش كويس. مش بيحصل ولا إيه؟ استووا واعتدلوا. تبص تلاقي تقول الكلام ده للناس، البعض يقعد يبص لك يا عم أنا بقول لك مش استوي ليا، أنا بقول لك استوي، ده أمر رباني، ده أمر نبوي، استجيب لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحد الإخوة كان بيصلي، الكلام ده حصل في الإمارات، فهو برضو بعض الأئمة بيقعد يحبك شوي، استووا تراسوا اعتدلوا اطلع قدام ارجع ورا. ففي واحد سوداني واقف ورا، وده أخذ له دقيقة وزيادة عمال بيعدل في الصفوف وهم أصلا صفين ثلاثة، قال له أنت داير تصلي ولا داير تشوط بلانتي؟ اطلع ورا اطلع قدام صلي وخلصنا بقى. فهي برضو أحيانا احنا عايزين إن داير تصلي، دي لغة سوداني، داير تصلي ولا داير تشوط بلانتي؟ ما انت الحيط بقى اللي هي بتبقى 10 يارده واعدل واطلع. شاهد في الكلام ان الاصل المنظر العجيب اللي فعله الصحابه ده منظر ما حدش تلكى، ما حدش تاخر، ما فيش واحد تردد في هذا الكلام، ودي سرعه التطبيق والتنفيذ. انتوا عارفين ان الخمر حرمت، لكن لما حرمت الخمر حرمت في كم مره؟ 3 ها 4 خليني مع أهل اليمين، 4 مرات. 4 مرات الخمر حرمت في في في, في مرة الرابعة، في 3 تمهيد وفي المرة الرابعة كان تحريم الخمر. الأول كده سورة النحل، تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، سكرا ورزقا حسنا، يبقى إذا كان ده رزق حسن يبقى السكر رزق غير حسن، مش كده ولا إيه؟ الصحابة بعض كده يقول لك والله يبقى ده سكر ورزق حسن يبقى ده مش حسن، البعض تجنب. بعد كده بدأ الصحابة يسألوا الخمر دي وضعها ايه؟ يجيب الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، فيها منافع وفيها إثم ايه اللي أكبر؟ القرآن يحدد وإثمهما أكبر من نفعهما، الإثم أكبر. برضو ديت مفيش تحريم، في تحريم هنا؟ مفيش تحريم. تيجي في سورة النساء، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يبقى كده وأدي أول مراحل التحريم، يحرم عليكم أن تشربوا خمرا حال صلاتكم. وبما إن الإنسان لن يصلي وهو سكران يبقى معناها ان هو لن يشرب مدة طويلة قبل الصلاة، لان ما ينفعش يضرب له كاسين قبلها ب10 15 20 دقيقة ونص ساعة ويجي بقى يترنح، زي ما يحكى ان احدهم دخل يصلي بالناس وكان سكران وقعد يقول لهم امين، هو بيصلي امام المصيبة كمان، فكلمة امين عجبته الصوت كده فقال لهم طب وكمان امين صغير يلا كمان بقى زودوها كمان واحد، ما هو سكران. وهذا لا تستبعد هذا الامر، لا تستبعد الأخ يقول لك أنت بتجيب، لا مثل هذه الأمور تحدث. فإذا الوضع في هذه الحالة معناه إن الصحابة عشان يشرب خمر ما ينفعش يشرب بعد صلاة المغرب لأن الفترة صغيرة، وما ينفعش كمان يشرب بعد صلاة الفجر لأنه هيروح الشغل، ما هم كانوش عواطلية، مش كان عندهم عمل ولا إيه؟ يا تاجر يا مزارع في أرضه، فما ينفعش. وما ينفعش يشرب بعد الظهر لانه في الغالب الظهر وقت قصير وده وقت قيلوله، وما ينفعش يشرب بعد العصر لان الوقت ده صغير ووقت عمل، ما الفضل ايه اللي هيشرب فيه؟ بعد العشاء، يبقى يشرب بعد العشاء وقت السمر كده، واللي عايز يعمله يعمله. اللي حدث ان الصحابه بداوا يشربوا، وسيدنا حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه وارضاه قاعد في يوم بيشرب، وبعدين انبسط شويه واخذت الخمر من عقله، فداخل النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمه فبيقول له هل أنتم إلا أعبد لنا؟ ده حمزة بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول له أنت، النبي بيقول له قال له لا أنتم عبيد عندنا، أنتم شغالين عندنا. فالنبي رجع لورا وأدرك أن الخمر قد أخذت من رأسه وقال دعوه. هنا بقى بعد كده ينزل قول الله جل وعلا في سورة المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحوه. اجتنبوه دي تفيد التحريم؟
ما هو في واحد دلوقتي بيقول لك لا ده الخمر مش محرمة، ده ربنا بيقول فاجتنبوه. يعني ايه فاجتنبوه؟ ابعدوا بعيد عنها بس. يا سيد الفاضل، ده لفظة الاجتناب هذه من أدل الألفاظ التي تفيد التحريم. خلي بالك من دي قوي، كلمة اجتنبوه، شوف حتى ربنا كده يقول كده، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قوله. طب الاجتناب الرجس من الأوثان معناها ايه؟ ابعد عنها، ولا معناها ان انا معبودهاش؟ دي تحريم، تحريم ولا مش تحريم؟ واجتنبوا قول الزور، دليل على التحريم ولا مش دليل على التحريم؟ يبقى ربنا ما يقول فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ثم يكمل الله جل وعلا قوله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون ولا لا؟ قالوا قد انتهينا يا ربنا. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه بيحكي لنا بقى القصة والحكاية بتاعة نزول هذه الآيات. كانوا بيعملوا إيه؟ بيقول إنه هو كان قاعد مع مجموعة من الصحابة بيشربوا، فيهم أبو طلحة وأبو عبيدة ومجموعة من الصحابة، وكان اللي بيسقي الناس سيدنا مين؟ أنس بن مالك، هو الساقي بتاعهم، مش الجرسون، لا اوعى تقول الجرسون، والاتنين محصلين بعض. ما هتلاقي دي لغة، مش دي لغة ولا إيه؟ لغة إيه بقى؟ فرنساوي؟ شكرا يا عم، جزاك الله كل خير. المهم راح سيدنا أنس بيقول لك أنا قاعد صبيت، فمنهم من رفع الكأس على فيه، ومنهم من شرب، واللي خد شوية، واللي واللي واللي، وجي صحابي يقول لهم أشهد بالله أن الخمر حرم، وربنا أنزل قوله تعالى فهل أنتم منتهون. اللي الكأس على فمه على طول ينزلها. أدي الموضوع بتاعنا وسرعة التطبيق، ها؟ مش يقول لك طب استنى، طب أما خلص الكأس ده يعني جت على ده؟ يا عم ده انت جيت لنا في وقت كده، مش كنت تتاخر كمان نص ساعه؟ طب ما تستنى بس، طب ابعت واحد. خلي بالك ودول قاعدين بيشربوا خمره، يعني شوف اهو في حال خمر وفي حال سكر، ولكن سرعه التطبيق والتنفيذ فاقلعوا جميعا. وبعدين يطلع الصحابه كده، طبعا الخمر كانت عندهم زي الميه عندنا بالضبط في بيوتنا دلوقتي. حد يقدر يعيش في بيته بدون الميه؟ يوم الحد لما بتقطع الميه بنعمل ايه؟ كله بيبقى مالي. بالضبط وضع الكفار مع الخمر، المية في البيوت عندهم ما كانت تنقطع أبدا، كانت دينان الخمر، براميل الخمر موجودة في البيت. ده معناه إيه؟ معناه إن هم إقبالهم على الخمر ده إقبال فظيع جدا للغاية، هو لا يستطيع إن هو يبتعد عنه. لكن حكم الله جل وعلا عندما نزل أخرج كل واحد ما كان عنده وألقاه على الأرض. أنتوا عارفين كانوا عشان يروحوا المسجد بيعملوا إيه؟ يخوضوا في وحل وطين الخمر، الطينة أو الخمر، صنع طينا ووحلا. ده دليل على إيه؟ ها؟ دليل على الكثرة، صح مش كده ولا إيه؟ رموا كتير وألقوا في الأرض، وكل ده اترمى واتحط. اتحط. طب وبعدين؟ فيش واحد قال لك طب خلي دي خمرة معتقة، طب خليها لبعدين؟ مش ممكن، دي سرعة التطبيق وسرعة التنفيذ. لو بتحبوا بقى صلى الله عليه وسلم لازم أن تتعامل مع كل حاجة هو بيقولها بهذه الصورة، تطبق بسرعة، تنفذ بسرعة. وخلي بال حضرتك من الفوارق الأساسية بيننا وبين الصحابة عليهم رضوان الله سرعة التطبيق والتنفيذ، سرعة التطبيق والتنفيذ. انتوا عارفين سيدنا ثابت بن قيس بن شماس ده صحابي كان عنده سمعه تقيل شوي، وبعدين هو كان كل ما يقعد جنب النبي اللي سمعه تقيل مع الناس بيعمل ايه؟ هو واحد بيعلي صوته عشان غيره يقول له انا مش سامع، زعق شوي فيرفع صوته. فكان رضي الله عنه وأرضاه يرفع صوته ليستفهم رسول الله، يقول له عايز أفهم، عايز أعرف. فجأة ينزل الله جل وعلا قوله في سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اوعى. وبعدين يصف الفريق الثاني إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. يوم الصحابي يسمع الآيتين دولة يروح على بيته يقفل الباب على نفسه ويحبس نفسه. النبي متعود يشوفه في الجامع فيسأل أين ثابت؟ ابحثوا عنه. يبعث صحابي روح البيت شوف لي ثابت. يروح سيدنا الصحابي يروح لحد سيدنا ثابت، ما بك؟ قال له والله يعني نزل أنزل الله جل وعلا قوله كذا وكذا وأنا الذي يرفع صوته وأنا الذي قد حبط عمله، أنا اللي عمله حبط، أنا خلاص راح في ده. خلي بالك الشعور، خلي بالك من الإحساس، خلي بالك تنزيل الأمر عليه مباشرة. يوم الصحابي يروح للنبي يقول له إنه يقول قال أتيني به، تعال تعال قل له لست منهم،
بل تعيش حميدا وتموت شهيدا وتبعث في الجنة إن شاء الله. خلي بالك هاي كمان اهو، ده انت تعيش حميد وتموت شهيد وتخش الجنة. الشاهد برضه الصحابي يمكن ما قالش، يمكن الحاج اللي جنبك لا دي خاصة بيه، ولا الجماعة اللي جنبي مني دي جيراننا، ولا دي مش بتاعتنا، ولا دي ده احنا ناس محترمين. لا يا سيدي الفاضل، المفروض ان فيه نوع من انواع التنفيذ الفوري. الفوري انت عارف لو في عندك تنفيذ وتطبيق فوري لأحكام الشرع مش هتتعب نفسك مع بتوع الجمعية التأسيسية دول، هتتعب نفسك ليه؟ انت ما انت مش محتاج دستور اصلا. ما هو الدستور بتاعي، شوف العجيب الان دلوقتي اني لسه بيتخانقوا مبادئ ولا احكام، احكام ولا شريعة. هي دي عايزة سؤال، هي دي عايزة سؤال. هي اصلا مصر قبل دستور سنة 23، مصر قبل ما تعرف مصر الدساتير، مصر كانت اسلامية ولا ما كانتش اسلامية؟ كانت محكومة بشرع ربنا ولا ما كانتش محكومة بشرع ربنا؟ كان الدستور هو يعني ينبع من القرآن والسنة ولا لا؟ لا تقول لي 23 ولا 71 ولا 2012، ده كله كلام فاضي. ده كله لأن طبيعة الناس النهاردة، الطبيعي في الناس إن هي فطرتها ودينها بتقول الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي ورسولي، مش كده ولا إيه؟ ده كل بيقول كده. حتى العربيد، العربيد نفسه لما يقعد بينه وبين نفسه كده ويرجع لربنا، والله حتى في حال سكره وعربدته وفي حال إجرامه ساعة ما تذكره بربنا يقف يقول لك يا طب خلاص، ده كله إلا كده، كله لا كده، مش كده ولا ايه؟ فالمفروض ان الانسان بيتعامل مع الشرع، ربنا قال يبقى على العين وعلى الراس، ربنا نهى يبقى برضو على العين وعلى الراس. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة. مش لسه بنقول ما فيش نقاوة؟ احيانا كده يجي بعض الاخوة، يا دكتور نعم والله في موضوع الطلاق، واصل انا حلفت وانا مش عارف ايه. طبعا العادة بسأله يا ابني انت متجوز بقالك قد ايه؟ تبقى نكتة ما تلاقي لك واحد لسه بقاله سنة ولا اتنين، بقاله سنة واتنين وبيحلف الطلاق. فيعني امال لو ده ما بقاله الا لما ياخد تأبيدة 25 سنة يبقى يحلف كم طلاق بقى؟ ده انت لسه المفروض ان انت اسمك، يعني بقول له كده، بقول له يا ابني انت لسه في عالم الزواج اسمك مكتوب بالرصاص، انت لسه بتقول الف باء يا زواج، جاي تحلف بالطلاق؟ طيب حلف بالطلاق وبعدين تقول له يمينك واقعة، تلاقي بقى واحد كده يعني يقول لك طب ما فيش حاجه يعني كده، اقول لك ايه ما فيش حاجه كده ولا كده، يعني ايه ما فيش، يعني ما فيش حكم كده يعني؟ يا سيدي، هو ده سوبر ماركت؟ هو احنا قاعدين كده سوبر ماركت انا قيله فيه دي ما تنفعش؟ طب شوف لي حاجه تانية، ده شرع، ده دين، حرام يبقى حرام وحلال يبقى حلال، مش كده ولا ايه؟ ولا هو بقى احنا ان الغني نجيب له فتوى على قده وفلوسه والفقير الغلبان نديله على قفاه؟ لا، الكل سواء، كله سواء، الكل أمام شرع الله سواء. ولذلك الجميع ينبغي أن ينزل على شرع الله جل وعلا، الكل سواء. أختم بنقطة برضه، مثال رائع جدا. الصحابة لما ربنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام إن هم يروحوا يفتحوا خيبر، الكلام ده كان سنة كام؟ لا زود اتنين من عندي، سنة 7 هجرية، 7 هجرية فتح خيبر، اللي هو نفس العام اللي قدم فيه جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه من الحبشه. لكن النبي كان يقول ساعتها كده يعني بايهما لست والله ادري بايهما افرح، بفتح خيبر ام بقدوم جعفر. المهم لما الصحابه ربنا امر النبي ان هو يروح على خيبر ويفتحها، والصحابه النبي امرهم وانطلقوا، الجماعه اليهود صلتوا بينا على النبي عليه الصلاه والسلام، اليهود صبحين الصبح بتوع خيبر دول بتوع زراعه، فصحت ما طلعوا الصبح كده رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا محمد والخميس. الخميس يعني ايه؟ النبي كان بيقسم الجيش بتاعه 5 فرق، في مقدمه وفي مؤخره وفي ميمنه وفي ميسره وفي ايه؟ قلب. في دي دائما ده كان جيش النبي عليه الصلاه والسلام، عشان برضه نقطه مهمه تخلي بال حضرتك منها، ان النبي ما كانش راجل كده يعني امام وخطيب وخلاص، ها؟ سياسي، راجل عسكري عنده جيش من الطراز الاول، يعرف يظبطه كويس، ما هوش جاي يعلم الناس الصلاه والصوم والزكاه وبس عشان يقول لك ده الاسلام رساله روحيه، لا، مين اللي قال؟ النبي كان رجل دوله من الطراز الاول صلى الله عليه وسلم، فضلا عن كونه نبي يوحى اليه من قبل الله جل وعلا. هم ساعه ما قالوا الكلمه ديت النبي على طول قال الله اكبر، فتحت خيبر، بس انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين، خلاص ربنا فتح لكم خيبر. هم مش قالوا محمد وطلعوا وولوا، توكلنا على الله. يقول الصحابه فاصبنا حمر، الحمر الاهليه اللي
كانت لم يأتي فيها التحريم بعد، الحمر الوحشي. فالصحابة أصابوه، ذبحوا، قطعوا، حطوا في القدور، القدور موجودة عليها الآن على النار، والصحابة قاعدين هيعمل سنين إيه؟ هيأكلوا. فيجي النبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم بأن الله جل وعلا قد حرم عليهم أكل الحمر، ممنوع، حرام، من الآن حرمت. طب استنى بقى لما ناكل الأكلة دي، طب معلش ده ريحتها طلعت، ده بقت استوت ايه؟ طب مش قولنا من قبل ما نذبح، ده احنا تعبنا في السلخ، ده ما فيش الكلام ده لا يقال. عمل ايه الصحابة بقى؟ ها؟ كبوها في الأرض، بس بالآخر كده، هي ده أحسن تعبير، أكفأ القدور كبوها في الأرض، صح؟ شالها على طول وارمي، طب خلي حتة للعيال، طب حتى لا، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قال لأ، أنا سؤالي هنا دلوقتي، إحنا كلنا بنتعامل معاهم الشرع بالصورة دي؟ ها؟ بنتعامل؟ ولا إحنا برضو في عندنا شوية؟ في هوادة؟ في معلش؟ صح؟ هو انت اشمعنى مسكت في موضوع الجواز؟ ما هو الحال كله، ما انت تروح، ما انا هقول لك، انت تروح على اللي عنده اصلا، على اللي عنده ارض، واللي بياكل بالغروقه مش كده؟ بياكل بيه، واللي جايب مش عارف بتاع ده فلوس قرض من البنك، واللي ظالم اللي جاره، واللي بيشتم اهله، واللي بيعمل واللي بيعمل واللي بيعمل واللي بيعمل، واللي واكل حق التاني، واللي مش ده واقع؟ يبقى دي قضيه محتاجه ان احنا فعلا في هذه الحاله عشان تنصر النبي صح؟ عشان تقول انا بحب النبي صح صلى الله عليه وسلم، لازم بقى تبدا تطبق على نفسك، على نفسك انت قبل ما تطالب غيرك، تعال نطبق على نفسنا الاول اللي النبي امر بيه. ما هو مش عايزين، انا مش عايزين كل واحد يجي يقول لنا كلمتين ويسيبنا ويمشي، انا عايز انا وانت تعالى ونقعد مع بعض كده، وكل واحد منا يمسك ورقه وقلم، انا مقصر في ايه؟ ايه الغلط اللي عندي؟ ايه الصح اللي ناقصني؟ ايه اللي ممكن اعمله؟ عايز انصر النبي صلى الله عليه وسلم، طب ايه اللي انا مقصر فيه؟ 1 2 3 4 10 20 100 200، مش شرط تطلع عنهم كلهم مره واحده، تعال كده ناخدهم خطوه خطوه، زي ربنا ما حرم الخمر على كم مره؟ على 4. تعال بقى انا وانت وكل واحد يغير، ولو بالتدرج، ولو بالتدريج، ولو بالخطوات. عارف اخوانا بتوع الانجليزي يقول لك ايه؟ بيت باي بيت، خدها كده يعني واحده واحده، خطوه خطوه، حته حته، ستيب باي ستيب. ماشي يا عم، اي ام سوري عشان خاطرك، خدت بال حضرتك؟ فاحنا عايزين كده يعني تبقى العمليه، ابدا غير، غير ولو حاجه بسيطه. عارف التغيير البسيط والله مع مرور الزمن هتلاقي شيء عجيب وشيء غريب. انا هديك بس شيء صغير واختم بيه. القران فيه كم ايه؟ 6236، 6236. انت عارف انت لو عايز تحفظ القران ونفسك تحفظه وبتفكر تحفظه وعندك العزيمه وجواك الاراده، لو كل يوم بتاخد لك ايه واثنين وثلاثه، احسبها كده، السنه فيها كم يوم؟ كم؟ 365. طب لو خدت ايتين يبقى حفظت 700، يبقى انت عايز لك 6 7 سنين تخلص القران كله، بس عايز الاراده. اصل ايه مش كتير، وايتين مش كتير، ده على اعتبار كمان انت ايه يعني ايه؟ يعني حن انت بتحسب حاميم ايه؟ ما احنا حسبنا دي، عما تسالون ايه؟ حسبنا الرحمن ايه؟ انت خدتها في كبيرها وفي صغيرها. لو مشيت بالقدر ده هتلاقي لو الاراده موجوده والعزيمه موجوده هتعمل حاجه. وانا وانت الاخطاء اللي عندنا لو حسبناها وكل يوم بنتدرج في الاخطاء خطا خطا، اتخيل ان احنا سنصل فيما بعد ان شاء الله عز وجل الى التغيير الجذري اللي هو النبي يفرح به، اللي ان احنا ان شاء الله عز وجل نحقق مصلحه لهذا الدين يرضى الله عز وجل بها عنا. احنا مطلوب مننا سرعه التنفيذ والتطبيق، وبقدر ما يخلص الانسان نيته بقدر ما يعينه الله جل وعلا. انا كده خلصنا ان شاء الله، ناخد بقى سؤال او سؤالين.